وللحديث عن قرب عن إغلاق مكاتب الحشد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب السياسي نظير الكندوري. وأيضا من مدينة مالمو السويدية عبر الهاتف ينضم إلينا عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميداي. نبدأ مع سيد نظير. سيد نظير مرحبا بكم. لنبدأ من ميليشيا الخراساني، رفضت إغلاق مقراتها وتدعي بأنها مجازة رسميا من الدولة. هل نحن أمام مواجهة محتملة بين الدولة والميليشيا سيد نظير؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني هذا التصريح اللي قامت به سرايا الخراساني على اعتبار أن هذا المقر هو تابع لحزب مجاز، وأنا أرى يعني أن هذه الميليشيات تفرخ أحزاب والأحزاب تفرخ ميليشيات مسلحة، وسنظل في هذه الدوامة ما بين أحزاب مسلحة وميليشيات ذات أحزاب سياسية. وبمعنى أن كل هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب هي لا تختلف عن الحرباء التي تغير لونها وجلدها كيفما تقتضي المصلحة. أنا ما يعني أتوقع أن هذه يعني ربما ستكون بداية ل يعني انقسام أو تداعي من الداخل داخل هذه الميليشيات. وكما نبه يعني نوه تقريركم يقول من يقوم الآن في إغلاق هذه المقرات والعمل على يعني عدم ترخيصها هي يعني قوة أمنية تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، مما يدلل على أن هناك الميليشيات هي يعني على شكل مستويات، هناك ميليشيات ذات حظوة ومقربة إلى النظام الحكم في العراق وإلى النظام الإيراني، وهناك ميليشيات هي أقل حظوة عند النظام الإيراني أو النظام العراقي، وهذا ربما يؤسس إلى نوع جديد من الصراع بين تلك الميليشيات. وإلا فإن كل هذه الميليشيات هي لم تأتي من أجل مصلحة وطنية كما تدعي، إنما للفرصة التي تتيح لها من خلال حمل السلاح ومن خلال الصلاحيات المفتوحة لهم بابتزاز المواطنين وتحصيل المال الحرام عن طريق هذه الأعمال. فعندما تغلق مقراتهم وتسحب تراخيصهم هذا يعني كأنما أغلقت أبواب تمويل هذه الميليشيات وأغلقت أبواب التي يعتمدون عليها في تحصيل المال الحرام، وهذا ربما سيكون الدافع الأساسي للتناحر بين هذه الميليشيات. ربما هذا يكون هذه البداية. أستاذ نظير، سنبقى في هذه النقطة عن نشاط الميليشيات وعلاقتها بالدولة، لكن ننتقل لضيفنا من مالمو سيد لبيد. أهلا بك. ونتتحدث يعني وفقا لإحصائيات كثيرة تتحدث أن هناك 43 مكتبا لفصائل الحشد في كل محافظة من المحافظات العراقية. إلى أي مدى تظن أن هذه الميليشيات تشكل بمثابة دولة فوق الدولة، ومكاتبها هي دليل، ما هي إلا دليل على سيادتها على الحكومة في بغداد؟ ما مدى صحة ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الميليشيات الشعب أو الميليشيات التي تتكون الحشد الشعبي هي فتاة عصابات حربية، وهذه العصابات تستمد قوتها ونفوذها من نفوذ الإيران العراق، ونحن نعرف أن اليد الإيرانية في العراق هي اليد العليا تقريبا، لا يعني أو عاد مواجهات أمريكية فترة عاد بقوة على دولة العراق. هناك أكثر دليل على كلام تفضل في سياسة ما يجب أن إغلاق مقر من هذه الظاهرة جديدة طارئة على مسرح السياسة العراقية. هذه العملية لو كانت المعذرة سيد لبيد السميداي، نحاول معاودة الاتصال بك نظرا لرداءة الصوت، ربما نوجه نفس السؤال، نبقى في نفس هذه النقطة مع أستاذ نظير عن نشاط هذه الميليشيات وتشكيلها دولة فوق الدولة وسيادتها من خلال نشاطها في داخل.
يعني لو نلاحظ أن هاي العمليات أو هذه الحملة لإغلاق المقرات لهذه الميليشيات لم يكن للحكومة العراقية من تواجد حقيقي أو من هي تقوم بهذا الإجراءات حسب ما يقولون أنها إجراءات قانونية، هذا يدلل على أن ميليشيا الحشد أو هذه الهيئة التي تم استحداثها هي من لها اليد الطولة في الملف الأمني بالعراق، ويعني هي من تقوم ب يعني غلق ميليشيات لا تريدها او يعني التغاضي عن ميليشيات اخرى هي تريدها، مما يدلل على ان الحكومه العراقيه هي اسيره لهذه الميليشيات. وهناك احاديث كثيره يعني حتى في الوسط الذي يعني ربما نقول عليهم الحاضنه الشعبيه لمثل هذه الاحزاب يقولون انهم يتذمرون من موضوع السطوة الإيرانية من خلال هذه الميليشيات، لا تجد يعني مؤسسة حكومية، لا تجد أي منشط حكومي عراقي إلا ومسيطر عليه من خلال ميليشيا أو من خلال شخصيات موالية للنظام الإيراني. فيعني بمعنى أن الحكومة لا تملك من أمرها شيئا، والتأكيد على من قبل بعض المسؤولين الحكوميين على السيادة الوطنية هذا كلام مردود عليهم، لأن هذه الحكومة ومؤسساتها فاقدة للسيادة الوطنية من خلال هذا التغلغل الكبير والذي بلا حدود للنظام الإيراني، وعلى رأسها محاولة الاستفادة من هذه الميليشيات التي يعني ميليشيات مسلحة لإدارة أهم ملف في العراق هو الملف الأمني. يعني نحن نعيش في دولة اللا دولة، نعيش في فوضى سلاح، نعيش في حالة يعني انعدام وجود للحكومة ومؤسساتها. طيب سيد لبيد هل تسمعني؟ السيد نظير الكندوري في معرض رده قال بأن ما يجري في العراق هو انقسام داخل الميليشيات، الدليل في على ذلك هو أن ميليشيات تقوم باعتقال وبغلق مقرات تابعة أيضا للميليشيات، لكن إذا ما تحدثنا عن استشراف للمستقبل هل تعتقد ربما يكون صراع مسلح في المستقبل المنظور بين هذه الميليشيات؟ أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأحيي ثانية. المقرات يتم إغلاقها الآن حقيقة موجودة فترة طويلة تمتد إلى عام، وهي معروفة قاسم الثاني وكل الدعاء أنها كأنما هو بحث على الدخول، وكل ما يجري أمامنا الآن هو مجلس تمثيلي مضحك ولا يستند إلى حقيقة، ولا أي صراع الميليشيات يتشكل منها الحشد الشعبي، ولن يكون هناك صراع مسلح، لأن هذه كلها قوات إيرانية ضبطة بجهود وبقدرة السيد الإيراني على التحكم في كل الملفات السياسية والعسكرية في العراق حاليا. الذي يجري الآن بالحقيقة لو كان جادا ولو كان هناك نوايا حقيقية أو تقليص أو تحجيم الحشد الشعبي أو الميليشيات المتسيبة حال الشارع العراق لكانت مسألة فلا مناطة قوات لوزارة الداخلية باعتبار وزارة الداخلية هي الأداة التي تحافظ أو تنفذ القانون. هذه الميليشيات والمقرات إذا كانت مخالفة للقانون فمن باب أولى أن تقوم قوات هي تابعة ترتخي بإغلاقها. نعم سيد لبيد آسف للمقاطعة ولكن وضحت الفكرة. عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي شكرا جزيلا لكم. نعود لأستاذ نظير ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية، نسألك عن تساؤل للكثير من المراقبين عن هذه الانتقائية في إغلاق مقار الميليشيات، هل تعد انتقائية أم هي تمهيد وهذه العملية عملية الإغلاق ستطال كل الميليشيات وهي فقط بداية لنهاية هذه الميليشيات؟ أنا لا أظن أن هذا المسلسل سوف يستمر لإغلاق جميع ميليشيات الحشد الشعبي، بالعكس الحشد الشعبي هي الضمانة الوحيدة
للنظام الإيراني في سيطرته على العراق. وما يقومون هو يعني أنا أقول أنه هذا شيء مهم بالنسبة لهم، كون أن هذه العمليات هي محاولة لرص الصف الداخلي للحشد. أنتم تعلمون يعني كما يعني تتناول وسائل الإعلام أن هناك الآن تحدي أمريكي حقيقي للنفوذ الإيراني في العراق، وهم بمقابل هذا يحاولون أن يوحدوا صفوفهم وبالذات صفوف الحشد الشعبي، كون أنه هذه ميليشيا عقائدية تدين بالولاء للنظام الإيراني بشكل كامل، فهي محاولة لرص الصف. الأمر الآخر أن الميليشيات الكبرى المتنفذة يعني كبدر وحزب الله وغيرها من هذه الميليشيات الكبرى تريد أن تتخلص من أذنابها الميليشيات الصغيرة والتي لا نكاد نسمع بأسمائها، هي مجرد عصابات تقوم بما يعني بالقتل والسلب والنهب. لذلك أنا أتوقع وهذه الاستنتاج خذوها مني، يعني الخطوة الثانية بعد إغلاق هذه المقرات ستكون بأن يتم تحميل كل جرائم الحشد اللي ارتكبها خلال السنوات هذه من عمر تأسيس هذه الميليشيا، سيتم تحميلها إلى هذه الأحزاب التي تم إغلاق مقراتها والتي تم اعتقال بعض قادتها، ويتخلصون ويبرؤون نفسهم من كل هذه الجرائم التي أثبتت عليهم بالصورة والصوت والوثائق. فيعني نحن لا نشهد عملية تصحيح أو عملية تطهير للحشد الشعبي، لأن هذا شيء لا يمكن. هذه الجرائم وهذه هي يعني داخلة في عقيدة هؤلاء الميليشيات. طيب سيد نظير، الغريب في الأمر والملفت للانتباه أن موضوع غلق مكاتب بعض الميليشيات تزامنت مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي وكالة ولقائه برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هل هناك ربط في هذا الموضوع سيد نظير؟ لا أظن هذا الربط يعني صحيح، كون أنه يعني الحكومة العراقية أو الميليشيات تحاول أن تحل نفسها استجابة للطلبات الأمريكية، هذا محال. يعني النظام الإيراني لديه الاستعداد بالتضحية بكل العراق وأبنائه من أجل أن يتقي الضربة الأمريكية، لذلك هو النظام الإيراني يهيئ الساحة العراقية بمحاولة إشغال القوات الأمريكية من خلال هذه الميليشيات. وأول هذه الخطوات هو ترصين الصف الداخلي للميليشيات وجعله أكثر انضباطا في يعني تهيئة بالأيام القادمة لاحتمال أن تكون هناك مواجهة محدودة مع القوات الأمريكية. لذلك يعني حل هذه الميليشيات الصغيرة وإغلاق مقراتها لا يعني أنها استجابة للطلبات الأمريكية. ربما ننتقل لموضوع آخر يتعلق باعتقال أوسل الخفاجي وتهديدات التي وجهتها عشيرته بأنها ستهدد الأمن الداخلي في حال عدم الإفراج عنه، كيف تقرأ هذه التهديدات؟ يعني أنا سمعت يعني عبر وسائل الإعلام أن يعني هناك مجموعة من عشرات الأشخاص من عشيرة الخفاجي قد قامت بتظاهرة يعني أمام مقرات الحشد الشعبي المقر الرئيسي لهم في جادرية في بغداد، ويطالبون بإطلاق سراح أوسل الخفاجي كونه يعني من عشيرتهم. أنا يعني شخصيا لا أتوقع كثيرا من أن تقوم مثل هذه العشائر ب يعني الضغط ل يعني إخراج أوسل الخفاجي. اليوم قرأت خبر جديد بأن أوسل الخفاجي سوف لن يطلق سراحه قريبا، لأن هناك ملفات استجدت عليه ربما ستؤخر إطلاق سراحه، وهي عملية مماطلة بحيث أن يتم إخفاء مثل هذه الشخصية التي تطاولت على النفوذ الإيراني وذكرته بسوء. أنتم تعرفون الحادثة التي اعتقل من أجلها، هو كون أنه ذكر بأن اغتيال الكاتب الذي هو أيضا خفاجي يعني حمل أطراف موالية لإيران بعملية اغتياله، فهو ظن أن لديه حظوة تجعله يستطيع أن ينتقد بعض التصرفات الإيرانية في العراق، ولم يدري بأن هذا خطوط حمراء. الكلام عن إيران بالسوء معناها أنه سيغيب، أنه ربما سيختفي من الساحة السياسية والعسكرية.
فيعني أنا لا أتوقع أن تكون للعشائر دور بارز في هذا النقطة بالذات، كون أن هذه الميليشيات هي ميليشيات مجرمة، ولو كانوا هذه الميليشيات عبارة عن فصائل لها يعني مواقف مع الشعب ولها مآثر في تحرير الأرض لكان الشعب كله قد هب يعني نصرة لهم. طيب لكن هذا الأمر غير ما دمنا نتحدث عن يعني العشائر، على سبيل المثال للحصر، يعني عشيرة خفاجة نددت في وقت سابق باعتقال زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس وهددت بقطع الطرق، تعتقد في هذه الناحية تعتقد أن المواطن العراقي سيكون بمنأى عن صراع الميليشيات، المواطن العراقي البسيط؟ طبعا هي هنا المشكلة، أن جميع هذه الصراعات سواء بين الميليشيات أو بين الأحزاب بالنهاية لا يقع ضررها إلا على المواطن العراقي في خدماته، في أمنه، في لقمة عيشه، كلها ستؤثر على المواطن العراقي. حقيقة يفترض من الشعب العراقي وبكل أطيافه أن يرفض كل هذا الذي يجري، سواء ما من عملية سياسية فاسدة وسواء من انتشار لميليشيات وانتشار السلاح بشكل غير منضبط، بحيث وصلنا إلى هذه المرحلة. نحن نعيش الآن في العراق عبارة عن أمراء حرب، كل ميليشيا تحتل منطقة معينة وتجبي الإتاوات من أرباب العمل وتفرض سلطانها بقوة السلاح. هذا ليس بوطن، هذا ليس بحياة مدنية، نحن نعيش في مأساة عظيمة. يفترض أنه الشعب يقول قولته في هذا الموضوع، أما أنه ربما تنتفض العشائر أو الشعب من أجل اعتقال فلان أو غلق مقر ميليشيا، هذا لن يحدث. إذا غضب الشعب وثار عليهم فسيثور على كل هؤلاء، لأنهم كلهم مشتركون في جريمة الشعب العراقي. وجه آخر من هذه الجرائم المنتشرة في العراق هي انتشار السلاح والحملات التي تروج لها جهات نيابية عن حملة لنزع السلاح، ما مدى جدية هذه الحملة؟ هذا الكلام ليس بجديد، يعني قالها حتى المالكي وحتى حيدر العبادي والآن عادل عبد المهدي، يريدون أن يكافحوا عملية الفوضى السلاح وانتشاره بشكل بدون ضوابط، لكن هذا غير ممكن. الآن الأمور فلتت من أيدي الحكومة. نحن لا نعيش، يعني كما قلت سابقا، لا نعيش في دولة ذات حكومة أو لها سلطان على يعني الفعاليات التي تحدث في العراق. الآن بلد فوضى، يعني هذا السلاح يستعمل في يعني عمل الجريمة المنظمة، يستعمل أيضا في ترويج المخدرات، يستعمل أيضا في إدارة يعني بؤر الفساد من ملاهي وترويج للخمور، يعني حتى في هم يقولون وجدنا في بعض مقرات هذه الميليشيات مشروبات كحولية، بمعنى أن هؤلاء لم يأتوا من أجل عقيدة إسلامية كما يدعون ويسمون أنفسهم مقاوة إسلامية، هم بعيدون عن الإسلام والإسلام بريء من عندهم، بدليل على سوء خلقهم وارتكابهم المنكرات. يعني ميليشيات تحمي يعني بيوت الدعارة، ميليشيات تحمي الخمارات، كيف هي يعني مقاومة إسلامية؟ هذا الشيء متناقض تماما عن ما يدعو. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكاتب السياسي نظير الكندوري، ضيفنا عبر الأقمار الصناعية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول.